انا كي نشوف التواصل الاجتماعي نفهم مليح بلي الدجال راح يدير رايه، نفهم الدجال بلي انه راح يتبعوه امه راح تتبعوه. لانه درك انت شوف تفتح وسائل التواصل الاجتماعي تلقى انسان احيانا يعطي فائده في القران، واحيانا انسان مشتغل بالتفسير، واحد مشتغل بالحديث، واحد يمد فائده فقهيه، واحد يمد نصيحه في بر الوالدين ولا على الخمر ولا على المخدرات، ولا شيخ من المشايخ له علم كبير ما كاش المتابعين قلال، يجي واحد ينوض يشطح بالبطن نتاعو، ولا انسان يظهر زوجته، ولا انسان يرمي روحه في القمامه، الناس تتبعوا بالملايين بالملايين. يولي الانسان شوف ما عنده حتى مستوى دراسي ولا عنده حتى محتوى مؤثر، يعني بطريقه نقولوا احنا ثقافيه، يثقف الناس يعلمهم يوري لهم كاش حاجه تصلح حتى ولو في امور الدنيا. يا سيدي ما كاين والو والو. وشن هو امراه ولا رجل ينوض يقول لهم انا دوك راح نسد قهوه ودوك راني شراني شريت كرواسون وراح اليوم راح نسد قهوه بهذه، اليوم راني في هذيك الجنينه قاعد، انا اليوم راني قاعد هنا في البحر، اليوم راني فوق الجبل، اليوم راني قاعد هنا، والناس بالملايين تبع فيه وراه فلان وشو ياكل اليوم وفلانه واش دارت اليوم، يعني ولاو الناس تفاهه لواحد الدرجه ما تقدرش تصورها. وهذا الامر هذا كي نحيو هادو ما كامل ومن بعد يجي الدجال عباك ماشي غير تبعو برك تعبدو وتولي تعبد فيه. تسمى يجي الدجال هذيك المراه اللي راهي توري لك امور في دارها وانت يا راكي تبعي فيها، ولا هذاك الانسان اللي يوري روحو يسد قهوه برا وانت تتبع فيه ويضيع لك ولو نص دقيقه من عمرك الغالي، مادام راك تتبع في ناس كيما هادوما يعلموك التفاهه، كي يجي الدجال مالا والدنيا تحبس، المطر يحبس وربي يجعلوا فتنه ويعطي له في يده واحد المفاتيح فتنه لنا امتحان، ويعود يقول لنا تامنوا بيا ولا ما تامنوش، نقول له احنا ما نامنوش، يقولها حبسي الشتاء كيما راكي والارض تزيد تتشقق وتنشف الدنيا وما كاش المصروف ما كاين والو، نقول له حبس نتبعوك ايام مالا الشتاء انزلي، والحليب يضر في ضرع الانعام والارض تعاود تنبت من كلائها وتولي الدنيا خضراء والدنيا ما شاء الله. علاه؟ لاننا حنايا المستوى نتاع الوعي نتاعنا هابط بزاف، ولهذا اللي كيما كاش الوعي وسرنا رحنا في واحد التفاهه نسال الله السلامه والعافيه.